محمد ظهرت عنكم الشاشة؟ لا لسه يا دكتور لسه. ايه ظهرت ايه ظهرت وراحت. هلا ايه ظهرت دكتور انا. تمام يلا نسجل. يلا بس لو بس دقيقة واحدة ودقيقتين بضغط على إذنك ننتظر دقيقة واحدة. إيه دقيقة واحدة. يلا ايه دكتورة يلا بسم الله فينا نبدأ. فينا نبدأ يلا سجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا عن الغدة الدرقية. المحاضرة مثل ما شايفين بالفهرس تبع المحاضرة انه نصها عن النسج والتشريح وعلم الجنين والفيزيولوجيا وكيمياء حيوية، وبعدين في عنا عن بدنا نحكي اليوم فقط عن قصور الدرق، أنواعه وتشخيصه وعلاجه، والمرة الجاية رح نحكي عن فرط نشاط الدرق وعن يعني أورام الدرقية بلمحة بسيطة، لأنه أكثر شيء بتدرسوها بالجراحة. هلأ قصور الدرق شائع جداً، يعني مو مثل السكري، بس كتير يعني المرضى السكري بيروحوا عند أطباء الداخلية، بس مرضى قصور الدرق بيجوا عند أطباء الغدد، مع أنه كتير تشخيصه سهل وعلاجه سهل، بس كتير المرضى والأطباء بغير اختصاصات ما بيحبوا يقربوا عليه أبداً. بيقول لك شغلة هرمونات وتي اس اتش واف تي 4 وما بنعرف كيف بدنا نراقبهم وكذا، فلذلك ما حدا بيقرب عليهم وبيبعتوا لنا اياهم. فلذلك قصور الدرق يعني صراحة الخبز اليومي لأطباء الغدد، وتشخيصه سهل كتير
وما يعني لولا لكانت حالتهم حالة. أي مهم، هلأ رح نبلش رح نمرق مرور سريع على التشريح والجنين وكذا، وإن شاء الله بس بصور الدرق حنحكي عليه أكثر بما أنه هو سريري. هلأ الغدة الدرقية وزنها قليل كتير، لا يتجاوز 25 جرام، ورغم هيك تعرف أن الغدد الصماء هي كلها صغيرة، وقديش صغيرة وهي تعتبر أكبر الغدد الصم. عموما هي غير مجسوسة إلا عند الناس النحيفين كتير بتبين. كتير شغلة مهمة أنه الدرق بتتحرك مع البلع، فلذلك إذا بتنتبهوا وقت بيبحثوا الغدة الدرقية قدامكم دائما بيعطوا المريض كاسة مي، أو إذا ما عطوا كاسة مي بيقولوا له بعد ما يجسوها بيقولوا له بلع منشان يشوفوا جسة خلال البلع إذا في شيء مظاهر. أحيانا خلال البلع بيظهر سواء عقدة أو السلعة أو شيء. رغم أنه وزنه صغير إلا أنه ترويته الدموية غنية جدا، يعني أكثر ما يتناسب مع حجمه. هلأ في شغلة تانية، أنه المجاورات المهمة للغدة الدرقية هي بهم الحكي للجراحين، العصب الحنجري الراجع كتير قريب من الغدة الدرقية، وفي عنا جارات الدرق بتكون خلفة ومبطنة أحيانا بجواتها، فلذلك وقت بيستأصلوا الغدة الدرقية كتير بينتبهوا أطباء الجراحة على هذول المجاورات، بينتبهوا على العصب أحيانا أنه يعني بنحو أو يعني مثل ما بيقولوا أهل حلب بيحطوه على الزير، يعني دائما بينتبهوا له، وحتى كمان بيحاولوا أن ينتبهوا لجارات الدرق مشان ما يستأصلوا، لأنه بتعرفوا المرضى اللي بدهم يستأصلوا الغدة الدرقية بيخافوا من شغلتين، أنه يروح صوتهم، والشغلة الثانية أنه يصير عندهم نواب تكزز. هلأ المرضى بس بعد إذنك عزرا على المقاطعة، بس السلايدات واقفة، ما السلايدات واقفة والله، يمكن من ضعف النت، مع أنه بصراحة حاولت أنه بس نت من أقوى شبكة يعني. طيب يلا ولا يهمك، انا لانه سالت الزملاء فقالوا كمان واقف عندهم. ما واقف عندهم؟ واقف عندهم، فاكيد من عندك معناها. طيب لا ارجع شاركهم من اول وجديد. ايه بعد اذنك. يلا. ايه تمام. رجعت؟ ايه رجعت تمام. تمام الحمد لله. هلأ في كتير شغلة مهمة، إنه المرضى كتير بيتحيروا إنه التي اس اتش عالية، وعندي دكتورة أنا فرط نشاط ولا قصور درق ما بيعرفوا، وشغلة تانية إنه عندهم غدة ضخمة، هل هي قصور هل هي فرط نشاط بالغدة إلى آلية معينة بتختلف عن كل الطب، فلذلك المرضى وأحيانا الأطباء بيفوتوا بالحيز. هلأ مثلا المريض عنده سلعة غدته كبيرة، هلا هذا شو بنقول عنده فرط نشاط ولا قصور درق؟ قد يكون عنده فرط نشاط درق داء غريف، وقد يكون عنده قصور درق داء هاشيموتو. القصور الدرق تحت تأثير تي اس اتش كمان بتكبر، اذا ما له علاقة بين الحجم والقصور او فرط النشاط. هلا المقدمة الجنينية ما له مهمة، البنية النسيجية بدنا نعرف إنه الغدة بتتألف من فصوص، كل فص في قلب منه 20-40 جريب، في عنا الخلايا الأصلية اللي بتفرز الدرق الهرمونات الدرقية، وفي عنا الخلايا سي اللي بتفرز الكالسيتونين. هلأ الخلايا بتعرفوا بتتغير شكلها وقت بتكون بحالة الراحة، تكون مكعبة الشكل، إذا صار عنا فرط نشاط بتعطيه شكل أسطواني، وإذا كان الجريب ممتلئ بالغراب بتتسطح هذه الخلايا. تصنيع الهرمون الدرقي يعتمد الاصطناع الهرمون الدرقي على اليود الخارجي المصدر. طبعا الجسم من وين بده يجيب اليود غير إنه من الأكل؟ ما في عندي يود يعني داخلي المصدر. طبعا اليود عنصر كيميائي بده يجي من برا، ما بيتشكل بالجسم.
هلأ اليود بيمتص من الجهاز الهضمي، بينتشر بالسائل خارج الخلوي بالغدة الدرقية، بتقوم الخلايا الدرقية باقتناسه من السائل خارج الخلوي إلى قلب الخلايا الدرقية عبر مضخة اليود. فلذلك مو إنه ونقل فعال، يعني نقل إجباري، لأنه عم تنقله بدها تر من أجل رفع التركيز اليود داخل الجريب، حيث إنه بداخل الجريب أحيانا بيكون تركيزه 30 ل50 ضعف تركيزه بالدم. هذا النقل، تعرفوا النقل الميسر، أو إنه بيكون حسب الاتجاه، إنه بينتقل من المكان القليل إلى المكان إلى المكان عالي التركيز أو العكس. بينما النقل الفعال مثل ما قلت لكم بيمسكوا من شعراته لليود وبيفوتوا لقلب الخلية، لأنه مع أنه هي فيها يود كتير، لأنه هو بده يركز اليود بقلب الخلايا الدرقية. هلأ بيتم الاصطناع الجلوبولين الدرقي. الجلوبولين الدرقي بيحوي 140 تايروزين. هلأ بعدين بتيجي أكسدة اليوديد، بيجي البيروكسيداز لكل تايروزين بيحطوا له يود، وبعدين بيتشكلوا كل تايروزينين بيعطوني دي آي تي، والتايروزين الأحادي اليود. لا عفوا، هلأ الجلوبولين الدرقي قلنا بيتألف من 140 جزء تايروزين، تمام. هلا بيجي البيروكسيداز بأكسد اليوديد بعد ما دخله للخلية. هلا بيصير بس أكسده بيصير قابل للاتحاد بالتايروزين. هلا الجلوبولين الدرقي قلنا مؤلف من 140 تايروزين، في عندي تايروزين أحادي اليود في عليه يود واحدة، وفي عندي تايروزين في تنتين. هلا إذا واحد أحادي اليود زائد ثنائي اليود بيعطيني التي 3، ثنائي اليود مع ثنائي اليود شو بيعطيني؟ بيعطيني التي 4. هلا احيانا في عيوب خلقيه انه هالبيروكسيداز ما له موجود وراثيا او خلقيا، فلذلك شو بيصير معدل تشكيل الهرمونات الدرقيه؟ صفر. الطفل بيجي عنده قصور درق ولادي. هلأ الـ T4 والـ T3 ما تشكل عنده أبداً بسبب غياب البيروكسيداز. الـ TSH عند الجنين شو بتصير؟ عالية كتير. هل TSH العالية بتيجي بتقلل الغدة الدرقية اشتغلي اشتغلي اتحرضي اتحرضي، إما بيجي الولد شو؟ عنده غياب بيروكسيداز، عنده غدة كبيرة، عنده TSH عالي، ما عنده T3 و T4، ولازم ونعطي الطفل الوليد الالتيروكسين. هلا بالنسبه لليود، الحاجه اليوميه بتختلف بين الطفل بين البالغ بين الحامل يلي بتكون بدها له وللبيبي، فلذلك بدها هي الاكثر. هلا اليود اذا الانسان عنده يود طبيعي وغده درقيه شغاله بشكل ممتاز، كل يود بيفوت على الجسم بينطرح مثل ما هو، 90% بيروح عن طريق البول، 10% من البراز. لا، اذا كان في انه في حاجه لليود ممكن انه يمتص لقلب الخلايا الدرقيه. هلا شو هو التحليل اللي بيكشف لنا عوز اليود بالمنطقه؟ على فكره وحتى بيقولوا انه هي المنطقه مع انه هي قريبه من البحار، لانه يودا قليل، يعني تعتبر منطقه سوريا من الأماكن اللي فيها عوز يود، فلذلك بيحطوا بقلب الخبز دائما ملح ميودا. كيف بنعرف إنه هالمنطقة فيها يود؟ بنعمل عينة بنشوف يود البول بينقص عند عينة من البشر بنلاقي إنه ناقص. مثل ما قلت لكم ليش بعمل معايرة اليود بالبول؟ لأنه 90% من اليود الوارد لا الجسم بيطرح عن طريق البول، وقت بيكون الجسم بده يود بيمتص منه كتير، ويلي بينفرز هو بالأساس قليل، ويلي بينفرز بالبول قليل، فلذلك نحن هون بنعرف انه في عنا عوز يود بهذه المنطقة. هلا عم يقولوا سؤال انه شو احسن شيء نعرف انه
في ضخامة درقية ولا لا. أحيانا ما شاء الله في ناس الشحم معبى بكل جسمهم بخدودهم برقبتهم من الأمام ومن الخلف، وبتيجي بتقلك أنا غدتي ضخمة، لا ما شاء الله هذا كله شحم. كيف منعرف؟ منعرف عن طريق الإيكو الدرق. الفحص السريري قد يفيد، بس بصراحة لا، دائما الناس بتعتمد على تقنيات ومنها الإيكو. في عنا لنفترض انفرز اليود، انفرز عفوا الهرمونات الدرقيه انفرزت من الدرق وراحت تجول بالجسم، لا ترى كيف بيكون بالدم؟ هل هي انه بتنتقل بشكل حر ولا بشكل مرتبط؟ لا، غالبا بتنتقل بشكل مرتبط، وقليلا منها بيكون بشكل حر. هلا معني بتكون مرتبطه، بتكون مرتبطه مع الجلوبولين الرابط للهرمون الهرمون للدرق او للهرمونات الدرقيه، تيرويد بايندينج جلوبولين. هلا هي كميته اللي كاتبين اياها بالدم، هو بيقلف الهرمونات الدرقيه بشده، وين ما شافها بيرتبط فيها. ولكن الفته للتي 4 اكثر من 6 اضعاف من الفته للتي 3، فلذلك كمية التي 4 المرتبطة مع البروتين أكبر من كمية التي 3 المرتبطة بستين مرة. هلأ لنفترض أنه مريض اليوم مثلا أنه لسبب من الأسباب أنا اليوم امتلو الغدة، اليوم مثلا صار عندنا مشكلة عند المريض وتوقف عنده إنتاج الهرمون الدرقي. يا حذركم، الغدة بيكون عنده احتياطي ولا لا؟ لا، بيكون عنده احتياطي بكفي لشهرين لو ما تركب أي شيء جديد. هي سبحان الله، يعني أنه من وأما لو الإنسان بده أنه دغري مباشرة يوقف التركيب، المريض دغري يفوت مثل قصور قشر كظر أو كذا، كمان كانت مصيبة. فلذلك رحمة من الله فينا أنه دائما الغدة الدرقية عندها احتياطي لمدة شهرين. هلأ مثل ما قلنا أنه التي 3 والتي 4 80% بيرتبط مع الجلوبولين الرابط للتايروكسين، 10-15% بيرتبط مع طليعة الألبومين الرابط للتيروكسين، والبقية يلي بقيوا تقريبا 5-10% بيرتبطوا مع الألبومين، وكمية قليلة كتير بتكون بشكل حر، وهي طبعا الفعالة. هلأ شو المشكلة؟ المشكلة انه نحن ما عدنا عملنا تحليل يعني التي 4 بشكل عام الكلي. ليش؟ لأنه له علاقة كتير بالجلوبولين الرابط للتيروكسين. أي شيء بيرفع الجلوبولين الرابط للتيروكسين بيؤدي لأنه بنفكر أنه عندنا نحن زيادة بالتيروكسين. فلذلك نحن إذا بتنتبه بنعمل FT4 يعني Free T4. هلأ مين بيرفع ومين بينقص الجلوبولين الرابط للتيروكسين؟ هذا ليش مهم نعرفه؟ من شان أنه ليش ما عدنا اعتمدنا على T4 لحالة؟ مين اللي بيسبب زيادة التي بي جي ومنه بيؤدي لزيادة الهرمونات بشكل عام؟ عندنا أسباب نقص التي بي جي وأسباب زيادتها. هلأ زيادتها أكثر شيء بالحمل، المعالجة بالإستروجينات وحبوب مانعة الحمل، استعمال التاموكسيفين اللي الدواء المضاد لسرطان الثدي، دواء هرموني، واحيانا منشا وراثي، انه هذول الناس دائما عندهم زياده بالتايرويد بايندينج جلوبولين. بينما شو اللي بينقصه وبالتالي بيعطيني انه نقص بالتي 4؟ سوء التغذيه البروتينيه، ما عنده بروتين، لانه ما هو جلوبولين من فئه البروتينات، ما عندنا بروتين يتشكل لحتى يصير عندي هذا الجلوبولين. النفروز بيضيع مع البول، قصور كبد شديد ما بيقدر يشكله. المعالجة بالأندروجينات هي معاكسة للمعالجة بالأستروجينات، الأندروجينات بتنقصه الأستروجينات بتزوده. عم يقول ضخامة النهايات الفعالة، جرعات كبيرة من الستيرويدات، وأحيانا بيكون كمان بشكل خلقي. تمام، الصوت واصل لعنكم منيح والسلايدات عم تمشي مزبوط؟ ايه تمام دكتورة. يلا تمام. هلأ جينا على التيروكسين اللي هو T4.
هلا بالبلازما بالدم بتكون نسبة التي 3 التي 4 للتي 3 20 لعشر أضعاف تي 4 مقارنة مع التي 3. إذا مين هو المسيطر بالدم؟ التي 4. بالنسج بيتحول التي 4 للتي 3. التي 3 هو المسؤول عن أغلب التأثيرات الفيزيولوجية للهرمونات الدرقية. إذا صحيح إنه التي 4 هو المتواجد بالدم أكثر، بس بالنسج بيتحول التي 4 للتي 3، والتي 3 هو المسؤول عن الفعالية الفيزيولوجية وهو أكثر فعالية من التيروكسين التي 4. هلا كيف بيستقلب الهرمون الدرقي؟ مثل أغلب الهرمونات إنه بيتحد مع الحمض الكلورونيك بالكبد وبيتم طرحه بالصفرة. بينما اليود شو قلنا؟ إنه 90% عن طريق البول، 10% عن طريق البراز أو الصفرة. هاي ما كتير مهمة. هلأ شو أعمار النصفية للتي 3 والتي 4؟ هلأ التي 3 عمره النصفي يوم ونص، بينما العمر النصفي للتي 4 سبعة أيام. هاي الحالة بنستفيد منها بالعلاج. شلون؟ عندي مريض عنده فرط نشاط درق، بدي عالجه بمثبطات الهرمون الدرقي. هلأ طالما عمره النصفي لسبعة أيام للتي 4 وعم يتشكل عندي كميات كبيرة كبيرة، أنا معناها بدي أتوقع إذا عمره النصفي معناها العمر تقريباً الكلي تقريباً شيء 14 يوم، معناها المريض حيضل 14 يوم عنده زيادة هرمونات درقية، ولساتها الهرمونات الموجودة اللي الجوالة بالجسم تضل 14 يوم عم تعمل لي أعراض فرط نشاط درق، رغم أنه أنا اليوم بلشت بمثبطات الدرق. فلذلك خلال هالفترة يلي أنه أنا هدول 14 يوم شو لازم أعطي؟ لازم أعطي حاصلات بيتا وقول للمريض أنه إن شاء الله رح تخف أعراضك، ومن هون ل 14 يوم من هون ل 20 يوم إن شاء الله رح تتحسن ورح تكون أمورك على ما يرام. بس تسرع القلب ويلي مضايقه ممكن أنه نخففه بحاصلات بيتا. مين اللي بينظم إفراز الهرمون الدرقي؟ يا ريت كنا وجها لوجه. الكل أكيد رح يجاوب ويقول لي اللي بينظم التي 4 والتي 3 هو التي اس اتش والتي ار اتش. أول شيء رح نبلش بالحاسة الدرقية النخامية اللي اسمها التي اس اتش. بتفرز من النخامة الأمامية وإلى سلسلتين ألفا وبيتا، إلا أنه ألفا بصراحة مشتركة مع الاف اس اتش والال اتش والاتش سي جي تبع الحمل. فلذلك هذا هلا حنلاقي له شغلات. فلذلك وقت منشوف انه عند الحوامل بيتثبت التي اس اتش بنفكر انه المريضه عند فرط نشاط درق، لا، واخص اذا يعني التي اس اتش بيتثبت الا انه المريضه يعني بتضل بسواء درقي. هلا رح نحكي عليهم. شو التطبيقات السريريه؟ مثل ما قلنا بالحمل بيزيد الاتش سي جي. مشوب شو بيصير؟ بتروح بتحرض الخلايا الدرقية لأنه في تشابه، بتقول هي والله هذا بيشبه التي اس اتش، حنتفاعل معه وحنفرز هرمونات درقية أكثر. هالهرمون الدرقي المفرز بيروح بيثبت التي اس اتش. فلذلك كثير من المريضات مثل ما قلت لكم بيجوني بأول الحمل بيعملوا لهم دائما تحاليل الغدة الدرقية، بيجي التي اس اتش مثبت كثير، يا دكتور انه انا معي فرط نشاط درق. بنيجي بنفحصها اعراضها سواء تمام. فلذلك بنمهلها شهر وبنقول لها بعد شهر بنشوف شو راح يصير بالتي اس اتش والاف تي 4. ما تاكلي هم ابدا، هذا بسبب التشابه بين الاش سي جي والتي اس اتش. وفعلا انه اغلب المريضات ما بيحتاجوا، لانه لا سيما انه الهرمون المثبطات الدرق اغلبهم سامين للحمل، يعني يفضل انه عدم اعطائهم. لذلك ما بنعطي المريضه مثبطات درق الا وقت نكون متاكدين اما دا جريف او ورم سمي بالدرق او كذا. بينما انه بسبب الحمل متخربت تحاليله وهي طبيعيه ما بنعطي اي انتباه. من ناحيه ثانيه إنه مريض عنده قصور درق شديد، التي اس اتش بيكون عنده يا 100 مع إنه هو الطبيعي للأربعة مثلاً، التي اس اتش عنده يا بيروح هو بيشبه الاف اس اتش، بيقول للجريبات إنه بيحرض نمو الجريبات وبيصير عندهم بلوغ مبكر.
هلا كيف بتشتغل، كيف كيف التناغم بين تي اس اتش والتي 4 والتي 3؟ شو بتشتغل تي اس اتش؟ بتعمل على زياده افراز الايتيروكسين والتي 3 عن طريق اول شيء هالجلوبولين الدرقي اللي مؤلف من 140 تايريزوناي بيزيد تحلله، ثاني شيء بيخلي اليود يفوت للخلايا الغديه، ثالث شيء بيسهل زيادة الأكسدة اليود ويودنت التيروزين، بعدين كمان عنا بيزيد حجم الخلايا الدرقية وفعاليتها الإفرازية. هاي شغلة كتير مهمة، إنه المرضى اللي عندهم TSH عالي أحيانا بيسبب لهم سلعة، يعني زيادة حجم الخلايا الدرقية. فلذلك قد تكون عندي TSH عالي أحيانا لو عالي على الحد الأدنى، يعني إنه لنفترض الطبيعي 4، المريضة عندها 5 وعندها سلعة درقية ومثلا بدينه، دغري ببلش لها بالالتيروكسين منشان يثبط لي التي اس اتش وما تكبر غدتها اكثر. كمان انه شو بيساوي، بيفعل الاي ام بي كي وبيؤدي لعمليات فسفره هي ضمن الخليه، وبيؤدي لزياده فوريه بافراز الهرمونات الدرقيه والنمو المديد للنسج النسيج الغدي الدرقي، حكيناها. هلأ غير الـ TSH عندي الـ TRH. TRH من وين بينفرز؟ بينفرز من الوطاء، وبعدين من الوطاء بيروح بيقل للنخامة أفرز TSH، والـ TSH بتروح بتأفرز بتأثر بإنتاج الـ T3 والـ T4. تأثير التلقيم الراجع السلبي للهرمون الدرقي، مثل ما قلنا مجرد أنه زاد الهرمون الدرقي تحت تأثير الـ TSH بيبعث له رسالة إنه أنا أموري على ما يرام وأموري بخير، ما في داعي تبعث لي رسائل تحريضية، خلاص أنا عم أقول لك إنه أنا شغال تمام. ما الـ TSH بيضل بالحدود الطبيعية، بينما إذا الهرمون الدرقي ما له موجود ما الـ TSH بتضطر تبعث له رسالات كتير، بتضطر إنه تبعث له TSH كتير حتى يحرده. بينما على العكس مريض فرط نشاط درق عم يفرز الهرمونات الدرقية كتير بيروح بيثبت الإفراز TSH. هلأ مثبطات اصطناع هرمونات الدرق، أولاً اليود تأثيراته تتعلق بالمدة والجرعة. مثلاً إذا أنا مريض عم بعطي كل يوم لهالشعب بقلب اليود بقلب الخبز المدعوم واللي هلا غليان وقايم القيامه، اذا انا عم بعطي جرعه قليله من اليود ضمن هالخبز شو بيؤدي؟ بيؤدي لزياده اصطناع الهرمونات الدرقيه. انا عندي مريض من ناحيه ثانيه، انا عندي مريض عنده فرط نشاط درق وعنده حاله سميه من فرط نشاط الدرق، انا بدي خلي يتثبط الاصطناع بشكل كامل، بروح بعطيه جرعة عالية كتير من اليود اسمه محلول اللوغول، يعني بعطيه يود بشكل عملاق. أما بيصير عندي ظاهرة وولف تشيكوف، هذا شكله روسي أخوتنا الروس، حسبي الله ونعم الوكيل، الله لا يجعلنا أخوتنا، الله ما خاص ما أحكي. طيب هلا إذا هذا الولف تشيكوف وقت بتعطي جرعات عالية من اليود بتثبط اصطناع هرمونات الدرق تقريبا لمدة أسبوعين، بعد أسبوعين لا بيرجع إنه بيخلي يزيد اصطناع البروتينات. هلأ عم يقولوا إنه النباتات مثل الملفوف والزهرة قال بتثبط اصطناع الدرق، يعني بس إنه يتاكل بشكل طبيعي ما في مشكلة، بس إذا بيشرب كميات كبيرة ما بعرف. هلأ هيك كابين، في عنا أدوية بتحوي على اليود مثل الإميودارون ممكن تثبط اصطناع هرمونات الدرق. كل المرضى اللي بياخدوا إميودارون لازم يتابعوا بموضوع الدرق مع أطباء الغدد قبل ما يبلش دكتور القلبية بإعطاء الإميودارون، اللي مثل ما بتعرفوا هو مضاد لاضطراب النظم، لازم يعمل له هرمونات الدرق، وبعد فترة من المعالجة لازم يعيدهم ويشوف شو الاضطراب اللي صار. وظائف الهرمونات الدرقية، هلا اول شيء بيأثر على النمو، اي طفل عنده قصور درق رح يصير عنده تباطؤ بالنمو. هلا بينما اذا ولد عنده فرط نشاط درق يعني زياده بافراز الهرمون الدرقي، هذا بيسرع النمو، واحيانا بيخلي اذا كان شيء مرضي ممكن انه تنغلق المشاشات بفصل مبكره ويعطيني قصار بالقامه.
في شغلة كتير مهمة، إنه الهرمون الدرقي بيأثر على نمو الدماغ وخصوصا بالحياة الجنينية وأول سنتين، فلذلك ضروري جدا إنه نكتشف قصور الدرق الولادي بمرحلة مبكرة قبل ما يصير عند الطفل إعاقة عصبية. كمان من استقلابه غير عن من وظائف الفيزيولوجية للتي3 والتي4 عاد عن النمو، كمان شوفوا عنا باستقلاب السكر. هلا الهرمون الدرقي بينبه جميع مظاهر استقلاب السكر، يعني سواء يلي بيفوتها على الخلايا ويلي بيجيبها من الجهاز الهضمي ويلي باستحداث السكر. إذن أو ممكن إنه يزيد إفراز الإنسولين، ممكن إنه يزيد القبض السريع على الجلوكوز من قبل الخلايا. هلا زيادة إفراز الإنسولين هي شو بتعطينا؟ إنه بتنقص السكر، تمام؟ القبض السريع للجلوكوز من قبل الخلايا كمان بينقص السكر. زيادة استحداث السكر لا بتزيد السكر، زيادة معدل الامتصاص في السبيل المعدي المعوي بتزيد السكر. بالبداية بيتم تحفيز استهلاك السكر، إنه مثلا مثل مريض إنه عم يستهلك السكر ممكن مثلا ينقص السكر شوي، بس بعدين بتسبب داء سكري ثانوي، تمام؟ هلا استقلاب الدسم، بدي اياكم تحفظوا شغله منشان تتذكروا شو استقلاب الدسم. اي مريض عنده قصور درق، اي مريض عنده ارتفاع بالكوليسترول وعنده ارتفاع بالتي جي، اول يعني تريجليسيريد، اول شغله على فكره بيطلبوا له قصور درق. ليش؟ لانه بقصور الدرق بيقل استقلاب الدسم، مما يؤدي الى الكوليسترول بيعلى والشحوم الثلاثية والشحوم الفوسفورية اللي هي تريجليسيريد على الدرجة الأولى بتزيد. مجرد حفظتوه هلأ، إذا حكينا حأحكي أنا هلأ، بينما إذا كان عندي مثلا زيادة بفرط نشاط الدرق بالعكس بتنقص الشحوم وبتنقص الكوليسترول وخصوصا الـ LDL. الجهاز القلبي الوعائي، هلأ أنتم مثل ما بتعرفوا إذا بتقارنوا بين مرضى فرط نشاط الدرق ومرضى قصور الدرق، مرضى بالنسبة لسرعة القلب، فرط نشاط الدرق شو بيعمل؟ بيزيد سرعة القلب، بينما قصور الدرق بيبطئ من سرعة القلب. بس هلأ في حكي ثاني بدنا نحكي، إنه مريض فرط نشاط زيادة فرط مثل داء جريف مثلا، فرط الهرمون الدرقي بيؤدي لزيادة استهلاك الأكسجين وين؟ بالجهاز القلبي الوعائي. يعني إذا المريض عنده شوية خناق صدري وزادت إفراز الهرمونات الدرقية، شو بيصير عنده؟ ممكن إنه يحرض له شو؟ ممكن يحرض له نوبة خناق. كمان بيعمل توسع وعائي، فلذلك المرضى يلي بيجونا بفرط نشاط الدرق شو بيكون عندهم؟ توسع وعائي وعندهم جلدهم سخن ورطب، وقلنا كمان إنه بيتسرع القلب وبيزيد النتاج القلبي. بس هذا الحكي لحدود، بس بعدين ممكن إنه يسبب لنا قصور قلب عالي النتاج، رح نحكي عليه بعدين. هلأ قصور الدرق الشديد، إذا فرط نشاط الدرق بسبب زيادة النتاج القلبي، قصور الدرق الشديد بخفض النتاج القلبي إلى أقل من النصف. ليش؟ لأنه الهرمون الدرقي بيحفز الصناع الميوزين العضلي القلبي. إذا عندي قصور درق ما بيتشكل الصناع الميوزين، ما بيتشكل الميوزين العضلي، بتصير العضلة تعبانة. قلنا إنه الهرمون الدرقي له تأثير باستثارية القلب، لذلك بيزيد سرعة القلب. وقلنا له كمان عمل على العضلة القلبية. هلا الهرمون الدرقي بحدود معينة بيحفز الصناع الميوزين، بس من ناحية تانية فرط نشاط، إذا صار عندي فرط نشاط مبالغ فيه بيصير شو؟ بتتقوض البروتينات، بيصير عندي قصور قلب عالي النتاج. هلأ مرضى الجريف مثلا اللي عندهم فرط نشاط درق، بنلاقي عندهم كتير شغلة مهمة بيقولك بالفحص السريري، إنه بيزداد الضغط الشرياني الانقباضي وبينخفض الانبساطي، بيؤدي لارتفاع الضغط التفاضلي. هلأ إذا بيقولك شو من أهم أسباب ارتفاع الضغط التفاضلي، يعني مريض مثلا ضغطه 18 على 5 15 على 4، إنه زيادة الضغط التفاضلي على رأس الأسباب هو شو؟ فرط نشاط الدرق. هلأ بالنسبة لوظيفة شو تأثير الهرمونات الدرقية على وظيفة العضلات؟ هلأ
بالسواء الطبيعي بالسواء الدرقي او الزياده الخفيفه بتؤدي لزياده نشاط العضلات، بس الزياده المفرطه مثل ما قلنا بتقوض البروتينات، بيصير المريض عنده ضعف بالعضلات وبيصير فرط استثاريه بالمشابك العصبيه، بيصير عنده المريض شو رجفان ناعم. بينما نقص مستوى هرمون الدرق عند مرضى قصور الدرق شو بيصير بالعضلات؟ من أهم المريض شيء أهم عرض بيجي أنه عنده تعب وكسل، حتى التعب والكسل بعضلاته. وفي عنا كتير كمان بيسألوا عنها أنه وقت بنعمل المنعكسات للمرضى وأخص المنعكس الأخمصي عند مرضى قصور الدرق بيكون كتير مميز، أنه وقت انه الارتخاء ببطء بعد التقلص، انه تقلص بس بيرتخي ببطء وعلى مراحل احيانا. هاي بيقولوا انه علامه كمان كتير مهمه لقصور الدرق، انه بتعمل المنعكس الاخمصي كيف بترتخي العضلات بعد تقلصها، انه بترتخي ببطء واحيانا على مراحل يعني. هلا بالنسبه للجمله العصبيه المركزيه عند مريض فرط نشاط شو بيكون عنده؟ بيكون عنده هلا الوسط، هلا السواء الدرقي هو الوسط، بس نحن أحياناً إنه عم نقول الفرط والقصور منشان تعرفوا الفيزيولوجية الطبيعية شو بتعمل. الجملة العصبية المركزية المريض اللي عنده فرط نشاط درق بيصير المريض نزق ومثل واحد فاير دمه، بتحاكيه كلمة دغري بيطلع وبيعصب وبيسب وبيرتجف بدنه وبيتسرع قلبه، تعرفون هدول المرضى. هلا بالنسبه للوظيفه الجنسيه بدي تحفظوا لي شغله، انه المريضه اللي عندها فرط نشاط درق تجي باعراض قله الطمس وتباعد طموس، بينما المريضه اللي عندها قصور درق شو بتجي؟ تجي باعراض تطاول الطمس والتقارب الطموس، يعني دورتها بتضل مثلا 10 ايام 12 يوم وبتجيها بشكل متكرر وتقارب طموس. عند الرجال بيسبب العنانة إذا كان في عندي فرط نشاط درق، وإذا في عنده نقص بالقصور بالدرق بيعمل فقد تام للرغبة الجنسية. قلنا هذا أغلب الأوقات إنه منوقف نحن خلف المريض ومن مد أصابعنا بحيث إنه يكون الإبهام خلفي والسبابة تقريبا على الميزابة بين الرقبة والغدة الدرقية. دائما بنبدأ الجسم من البرزخ ومنجس كامل الغدة، ولازم نتحرى إذا في عندي ضخامة سواء للغدة الدرقية أو وجود عقد فيها. وبعد ما انتقل من فحص الغدة الدرقية لازم أفحص العنق بشكل عام منشان نشوف إذا في عنا ضخامات بالعقد اللمفاوية، وخاصة عند مرضى اللي عندهم أورام، أو إذا عندي عقدة شاكة فيها لازم أفحص أنا العقد العنقية. ودائما بفحص الدرق مثل ما قلنا بنجيب للمريض كاسة مي وبنقول له يبلع. ليش بنقول للمريض يبلع؟ منشان إنه نشوف الدرق هي وعم تطلع مع البلع. هلا شو بنشوف نحن عم نفحص المريض؟ أول شيء بدنا نحن وعم نجلس بدنا نشوف حجم الغدة الدرقية، هل كبيرة هل صغيرة؟ أحيانا بتكون ضامرة أحيانا بتكون آسية، هلا حتمرق علينا المحاضرة الجاية، وشكلها وتوضعها. هلا وأحيانا إنه نحن وعم نفحصها بنشوف إنه هل ظاهر معنا عقدة، هي طبعا بدها خبرة إنه هل موجود عقدة بقلب النسيج الدرقي، هل هي منتظمة غير منتظمة، هل هي إنه عم تتحرك مع البلع ولا لا ثابتة، وهي الثباتية بتعطيني خطورة إنه مثلا معناها ورم مرتشح
نعم يخليها تطلع وتنزل مظبوط للغدة الدرقية. في عندي كمان لازم انتبه لأنه الحدود السفلية للدرق إنه لازم تكون مجسوسة فوق الترقوة، بينما أحيانا بتكون شو درق غاطسة يعني نازلة للمنصف. مع مرضى فرط نشاط الدرق إذا شي مرة شفتوهم بالمشافي حاولوا تحطوا سماعتكم منشان تسمعوا الحفيف فوق الغدة المريض الدائجريب. مثل ما قلنا وقت جراحة الدرق كتير بينتبهوا الجراحين لهالقصة إنه ما يضربوا لا يأخذوا معنجرات الدرق ولا يضربوا العصب الحنجري الراجع. كل ما كان جراح خبير كل ما إنه بتقل عنده أذية هدلول العضوين. هلأ التشخيص وقت بدي أنا شخص، هلأ فحصت المريض سريريا وأخذت فكرة طبعا استجوبته توجهت إنه هل هو فرط نشاط هل هو قصور درق، قمت فحصته شفت إذا في عندي سلعة، إذا بنتبه على المريض كفحصه بشكل عام إنه إذا صحنته جامد ناشف لونه شمعي ولا لا، مريض عيونه باظين مثل ما يقول يعني جحوظ بالعينين، عنده المريض قلق فاير قلبه عم يخانق مرته أول ماله فايت على العيادة إيديه عم يرجفوا، إذا هذا كتير مهم. هلأ وبعدين نفحص رقبة المريض، نفحص الغدة الدرقية ونفحص مثل ما قلنا بالسلايد اللي قبله. هلأ بدنا نطلب التحاليل المخبرية. شو بطلب للمريض؟ هلأ نحن دوما نطلب TSH و FT4 بحالات نادرة بفرط نشاط، يعني وأخص من كل أنه شاكين بفرط نشاط الدرق على حساب الـ FT3 ممكن نطلبه، أو إذا مثلاً الـ T3 بيهمنا عند مرضى عند السواء الدرقي بالمرض الشديد، هلأ رح نمرق عليه. وأحياناً إذا شاك بآلية مناعية ذاتية لازم نطلب الضاد الدرق. الاستقصاءات ممكن نعمل الومضان باليود المشع منشان نميز إذا في عندي عقدة بالدرقية هل هي حارة أم باردة، يعني عم تقبض اليود ولا لا عم تبعد عن اليود. وأهمية الومضان باليود المشع إنه كمان نميز فرط الدرق، فرط نشاط الدرق اللي بده أدوية مثبطة للدرق، بينما بالتهاب الدرق الومضان باليود المشع بيكون سلبي ما بتقبض اليود بسرعة. هذا بيكون علاجه مختلف عن دائجريب، يعني في عندي فرط درق سببه التهاب درق وعندي فرط درق سببه دائجريب أو ورم سمي. الومضان كتير بيفيدني فيه. هلأ حنمرق على السلايد اللي بعده ونشرح شلون. في عندنا الأمواج فوق الصوتية اللي هو الإيكو، ويلي هلأ أغلب الأطباء صاروا يستغنوا عن الفحص بالإيدين، يعني بيفحصوا بس بصراحة بيعتمدوا كتير على الأمواج فوق الصوتية. هلأ حنشوف شو ميزاتها. وفي عنا الرشافة بالإبرة الدقيقة الـ FNA اللي أنا كانت رسالة ماجستير الداخلية عن الرشافة بالإبرة الدقيقة من العقد الدرقية. هلأ الهرمونات الجوالي عنا التيروكسين الكلي T4، مثل ما قلنا هذا ما كتير عم نطلبه هلا لانه له علاقه بالتي بي جي وبتعطينا احيانا نتائج مضره، اللي عم نتجه اكثر نحو الفري تي 4. هلا بدنا نحكي شوي عن الحاسه الدرقيه التي اس اتش، وهو على فكرة أول ما تشك بمريض عنده مشكلة درقية والمريض مثلاً فقير كتير وبدك تعمل له تحليل وحيد، الأفضل أنه تعمل له TSH، وأخص إذا كنت شاكك بقصور درق. إذا كنت شاكك بفرط نشاط درق ممكن تطلب FT4، بس وأما عموماً البحث أنه التحليل المبدئي بالأمراض الدرق هو TSH. إمتى بينخفض TSH وإمتى بيعلى TSH؟ إمتى بينخفض؟ بينخفض وبيتصبط بيكون 0.001 مثلاً عند فرط نشاط درق البدء مثل جريف، أو إنه المريض عم ياخذ الهرمون الدرقي ومثلاً إنه نحن عم نعطيه 50 جايب هو من الصيدلية 100 وعم يبلع كل يوم 100. أحياناً بتصير، أحياناً في بنات بياخذوهم منشان يزيد الاستقلاب بجسمهم وينحفوا، بياخذوهم بكميات كبيرة كتير منشان ينحفوا، أحيانا بيجونا بأعراض فرط نشاط وبنعمل TSH بيكون نازل.
المرض الحاد الشديد غير الدرق، يعني المريض بالعناية ومستحاسة مثل ما بيقولوا، عنده 100 مصيبة ومصيبة، نعمله تي اس اتش ونلاقيه مصبط بسبب المرض الحاد. المعالجة بالمزيدة بالدوبامين ممكن تصبطه، بينما بيرتفع بقصور الدرق البدئي سواء كان سريري أو تحت سريري، يعني أنه ظاهرة الأعراض أو غير ظاهرة. أحيانا بيرتفع بشكل كازد بالأمراض المناعية الذاتية، ممكن أنه يرتفع عند المسنين إلا أنه التيفور بيكون طبيعي، وقد يطور مستقبلا قصور درق في 20% من الحالات تقريبا. في كمان حالات بتترافق مع نقص التي اس اتش مثل ما قلنا الحمل بسبب تشابهه مع الاف سي جي، ممكن انه ينقص التي اس اتش باعطاء الكورتيزونات، باعطاء بعض الادويه مثل الانسيدز والمخدرات وحاصرات الكلس. الاورام اذا مريضه اجت وعندها مثلا كوريوكارسينوما او عندها رحى عداريه، ممكن عندها يعني افراز شديد للاتش سي جي، ممكن تجينا بتي اس اتش مصبط. والامراض التنفس الامراض النفسيه الحاده ممكن كمان تكون تي اس اتش مصبطه. الضاد الدرق عندي اهم شيء التي اس اي والبيروكسيداز الدرقي والجلوبولين الدرقي. اذا في عندي الضاد موجهة، يعني إنه الجسم بيتعرف على الجلوبولين الدرقي إنه مو منه، بيتعرف على البيروكسيداز الدرقي مو منه، بيبعث لهم أضداد موجهة لهم وبتدمر الغدة الدرقية. إذن الأضداد الموجهة لمكونات درقية مثل الجلوبولين الدرقي والبيروكسيداز الدرقي اللي بيقولوا تي بي أو، وهدلول أشياء عشية بتكون بهاشيموتو وغريف. عند المرضى الجريف المرة الجاية رح نشوف إنه الأضداد المحرضة لمستقبلات تي اس اتش تي اس اي، حنذكرها إن شاء الله المرة الجاية. وأحيانا مثلا بداء جريف ممكن إنه نشوف التي اس اي اللي هو الجلوبولين الدرقي، لا عفوا، إنه الأضداد المحرضة لمستقبلات تي اس اتش والتي بي او. هلأ معايرة الكالسيتونين أكثر شيء له أهمية إنه بمرضى سرطان الدرق اللبي، واللي غالباً بيجي بشكل متلازمة أو عائلية، إنه مثل ما قلت أنا بعرف عائلة إنه كلياتهم عندهم موتيشن يعني طفرة، وعندهم السرطان الدرق اللبي موروث، فلذلك كل ما مريضة منهم صار عندها عقدة مباشرة بيحللوا الكالسيتونين ومباشرة بيشيلوا للغدة، وغالبا عم يطلع فيها سرطان درق لبي، وينتقلوا للمعالجات الشعاعية والكيماوية أو اليود المشع. هناك أمراض أخرى ترفع الكالسيتونين مثل الخباسات أو فرط كلس الدم والتهاب الدرق. هلا التخطيط الومضاني للدرق، هاي اللي بيقولوا له ومضان درق. ومضان الدرق بيعطينا فكره عن حجم الغده وشكلها وتجانس نسيجها، يعني اذا في عقد واذا هالعقد موجوده هل هي بارده ام حاره، وإذا في عندي جدرة غاطسة يعني غدة درقية غاطسة نازلة تحت المنصف، يعني نازلة بالمنصف، أو إذا في عندي مثلا أنا عندنا لا قدر الله سرطان درق وعملت تخطيط ومضاني وبمسح الجسم كله مو بس الغدة الدرقية، ممكن أنه لاقي تثبيت بالرئة أو تثبيتات بالعظام، بقول أنه الورم منتقل للعظام. شو بنستخدم؟ بنستخدم اليود المشع اليود 123، وهو أفضل واحد لأنه الجرعة الشعاعية الناجمة عنه قليلة، وفي كمان أحياناً بيصوروا بالتكنيسيوم 99، بيعطوا جرعة اليود فموياً بعد تناول الفطور، وتاني يوم بيقولون تعالوا لعنا بيوجهوا عليهم الكاما جاميرا الجاما كاميرا،
وبيشوفوا اذا نحن شاكين بس بالغدة، انه على منطقة الغدة بيعطيني اذا في تجمع للمادة المشعة بمكان اكثر من مكان، هذا بيدلني اني في عندي هون عقدة حارة يعني عن ثقبة اليود، فلذلك بتوجه نحو مثلا ورم سمي. رح نحكي المرة الجاية عنه إن شاء الله. هلا أكثر شيء ومضان الدرق بيفيدني من شان العقد، شوف إنه هل هي حارة أم باردة. وشغلة ثانية بفرط نشاط الدرق، هلا رح السلايد الثاني رح أو اللي بعده رح نقول إنه شو فائدة ومضان الدرق بفرط نشاط الدرق، لأنه كتير بتختلف المعالجة. أنت بقول إنه ما بيصير ساوي ومضان درق إذا مريض عم ياخد يود أو أدوية بيدخل فيها اليود مثل الأميودارون، لابد من إيقافه. إذا في عندي حمل وإرضاع ممنوع، لأنه ممكن إنه يأثر هاليود المشع على البيبي. الأطفال بنحاول ما نعطيه نساوي له ومضان درق، وفي حال وجود فقر الدم الشديد. من مساوئ الومضان إنه إذا كانت الآفة قطرة صغير ما بيبين لناها، وإذا كانت عميقة وفوق منا نسيج طبيعي كمان أحيانا بيغفلنا بعض الآفات. الإيكو كتير مهم وهو الأكثر استعمالا، يعني شفتوا مثلا إنه نحنا بمنطقة شمال سوريا ما بنقدر نستخدم ومضان، لأنه شغلة يود مشع هي حصرا تحت تأثير الدولة وبأماكن يعني مراقبة، ما بتعرفوا إنه إشعاع وما إشعاع، يعني دائما بتكون مثلا مثل بتركيا، وعموما إنه كانت بس بأنقرة، وهلأ إنه صاروا بعض المشافي الجامعية يدخلوا، ومثلا بسوريا كان موجود يعني بس مثلا بمشفى الجامعي، مشفى الأسد الجامعي. أهلا الإيكو كتير مهم لأنه أسهل، وتواجده وين ما كان أي واحد في يجيب إيكو مع بروب سطحي. طبعا بروب الدرق غير البروب البطني، البروب البطني بيكون إنه الموجات بدها توصل لأماكن عميقة، بينما الدرق كتير سطحية. إذا بيختلف، ما بيصير إنه والله نجي نكذب على المريض ونحط الإيكو البطني ونقول له والله عم نشف لك غدتك، ما بيصير هيك أبدا. إذا شو بيفيدنا الإيكو؟ بيفيدنا إذا في حجم الغدة الدرقية، قديش حجم كل فص، وهل هو كبيرة ولا يعني إنه كبيرة ولا ضامرة. اثنين، إذا في عندي عقد درقية بيبين لي إياها وبيقول لي شو طبيعتها، هل هي كيسية أم نسيجية، وهل هي نازفة. في أحيان إنه بتعطينا كيسات نصة مثلا، أحيانا بيعطيني الإيكو إنه هالعقدة الدرقية غير منتظمة، فيها قسم كيسي وقسم نسيجي. هي في عنا صفات للعقد المشتبه بها، إلى صفات على الإيكو الدرق. كل ما كان الدكتور شاطر طبيب الأشعة، كل ما بيعطيني إنه هالعقدة إنه هي خبيثة والله لازم نقيمة ونستقصيها مزبوط، أم هي عقدة بسيطة وممكن تجاهلها. لازم كمان بالإيكو نشوف الإيكو، نكمل بعد ما نعمل الدرق نشوف النسج المجاورة، هل موجود عنا ضخامة عقد لمفية، في عنا تبدلات بالأوعية أو الرغامة. هل أحيانا إنه غالبا وقت بدنا نبذل مثلا نبذل كيس الدرق أو ناخد FNA من الغدة الدرقية، لازم إنه تكون موجهة عبر الإيكو، إنه أنا بشوف وين، وحتى أحياناً إنه بنزل الإبرة وبتأكد تحت الإيكو إنه فعلاً فاتت بقلب الآفة مظبوط، وبدي أسحب منها مثلاً الرشافة. الرشافة بالإبرة الدقيقة تفيد في التشخيص النسيجي للعقد، وخاصة من شك في خباثتها، يعني بعت لي إيكو الدرق إنه والله هالعقدة بصراحة غير منتظمة، فيها تكلسات ناعمة، فيها قسم نسيجي وقسم سائل، أو مثلاً بيدل على شيء دموي. أنا هون بيجي بفوت الإبرة وبسحب منه برشف رشفة وبحطه على سلايدات، ثم نبعتها لطبيب باتولوجي، يعني أخصائي بالباتولوجيا، ولازم يكون عامل اختصاص سايتولوجي يعني بالخلايا وليس بس بالنسوج. على الخلايا بياخد مثلا بيدرس الخلايا وبيشوف انه هاي انه متوجهة نحو الخباثة،
بيقلنا انه في اشتباه طبيب الجراحة بيشيل الغدة. هلا هاي جايبي لكم هذا من الكابلان انه شو اهمية ومضان الدرق بمرضى فرط نشاط الدرق. شوفوا اذا جينا على اول سلايد انه التي اس اتش مصبط، التي 4 والتي 3 عالي، هذا المريض شو عنده؟ عنده فرط نشاط درق. اذا كانت عندي زيادة قبط اليود المشع بشكل كامل بشخص لنا فرط نشاط درق بدئي. إذا كان منتشر هذا ده قريب. إذا كان بمنطقة محددة سوليتاري، يعني منطقة محددة معزولة، بيعطيني أنه أنا عندي سلعة عقيدية سامة. بينما إذا لا، أنه كان قبط اليود المشع قليل ورغم أنه أنا عندي فرط نشاط درق مخبري وحتى سريري، هلأ هذا بيكون غالبا فرط نشاط الدرق سببه شو؟ سببه التهاب درق تحت حاد أو التهاب درق اصطناعي، يعني المريضة عم تأخذ كتير كتير الكيروكسين. السباكيوتيرويدايت المرة الجاية حنحكي عن داء كويرفان بالغدة الدرقية. تذكروا أنه قبط اليود المشع بيكون قليل. عندي المريض الثالث صعيد تي اس اتش مصبط، إلا أنه التي 3 والتي 4 نازل وقبط اليود المشع قليل، هذا شو بيشخص لي؟ بيشخص لي قصور درق ثانوي سببه نقص بالتي اس اتش من النخامة من فوق. هلأ أنواع قصور الدرق، هلأ هون وصلنا للزبدة، هون اللي بدنا نحكي مزبوط. الأنواع قصور الدرق، في عندي 3-4 أنواع من قصور الدرق. قصور الدرق بدئي هو الأشهر 99%، يعني ما بيصير أول ما بفكر قصور درق بدئي. في عنا أسباب نادرة قصور درق ثانوي مشكلته بالنخامة، إما قصور نخامي شامل أو قصور نخامي معزول بس بالتي اس اتش. عنا من الأشياء النادرة قصور الدرق الثالثي، إنه السبب المهاد ما عم تأفرز تي ار اتش، ما عم تتحرض التي اس اتش، ما عم يتحرض التي 3 والتي 4. في عندي شغلة محيطية للهرمون الدرقي، انه عم ينفرز التي اس اتش وعم ينفرز الهرمون الدرقي، الا انه محيطيا ما في جواب ابدا والمريض باين سحنت قصور درق. بينما قصور الدرق البدئي هو المشكله بالغده الدرقيه. احيانا بيكون المريض عنده قصور درق ورقبته طبيعيه بالمية مية، هي بنسميه من دون سلعه، وغالبا بيكون سببه انه جراحي قايمين الغده او انه عالج المريض باليود المشع أو عنقه مشعة أو إنه مجهول السبب. مع سلعة إنه بيكون المريض عنده قصور درق وغدته كبيرة، هدول من الأسباب الشائعة سواء بدون سلعة ولا مع سلعة. المريض بيجي قصور درق وغدته كبيرة، سببه إما مناعي هاشيموتو أو عوز اليود. العوز اليود بيخلي التي اس اتش يزيد، بتيجي التي اس اتش مثل ما قلت لكم بتزيد عدد الخلايا الدرقية وبتزيد النسيج الدرقي وبتعطيني سلعة. خلل بتركيب الهرمون، الأطفال يلي بيجوا عندهم خلل بتركيب الهرمون بيجي عندهم سلعة درقية. وأحيانا إذا القصور الدرقي كمان اللي بيترافق مع سلعة عند المرضى اللي بياخدوا ليثيوم، مرضى النفسيين اللي عندهم اضطراب مزاج ثنائي القطب بياخدوا ليثيوم كتير بيتحسنوا عليه، إلا أنه ممكن يعمل لهم قصور درق بدئي مع سلعة. وكذلك المرضى يلي بياخدوا مضادات درق مثل التيامازول. أعراض القصور الدرقي يمكن كلكم بتعرفون أكثر مني. أكثر شيء أو أشيع شيء إنه المريض بيجي بتعب، إمساك، مكتئب، زايد وزنه، بيحب النوم، هلأ في مرضى إنه بيجوا وصفيين تماماً، مجرد ما بتشوفهم بتعرفون إنه عندهم قصور درق. بينما في مرضى بصراحة إنه لا، يعني احيانا فقط لانه المريضه عندها امساك وما عندها اي شيء ثاني بيطلع عندها احيانا، يعني ما دائما تتكامل الاعراض مثل ما بدنا. بس واما موضوع التعب مثل اديسون موجود بتقريبا بنسبه كبيره كثير. اذا الاعراض غير الوصفيه اللي مثل يعني الاعراض العامه انه التعب والامساك والكابه وزياده الوزن، احيانا انه بيردوها انه والله بسبب انه زعلانه لشدة نفسية أو لأنه مريضة تقدمت في العمر. الأعراض إذا مثل ما قلنا ضعف ووسن، المريضة بتجي بتشتكي من الناحية العصبية والنفسية إنه ضعف الذاكرة، هي شغلة كتير مهمة إنه ما عم تتذكر، وأخص الذاكرة القريبة مضروبة عندها،
مثلا إذا مريض شكينا عنده ألزهايمر لازم نساوي له تي اس اتش، ضعف الذاكرة، كآبة، متلازمة نفق الرسغ. هلا بالعلامات أنا عم بفحص شو بلاقي عند المريض، بلاقي ممكن إنه لاقي عنده عته، وممكن لاقي عنده بالفحص بطء منعكسات وتأخر زمن عودة المنعكسات. إذا مرة شي شفتوا مريض بس عملوا له المنعكسات، شوفوا كيف بعد ما تتقلص العضلة كيف بترجع على طبيعتها، بترجع ببطء. وعائية المريض بريد وما بيتعرق كتير، عكس مريض فرط نشاط الدرق. بالنسبة للهضمية بيزيد وزنه وبتنقص شهيته، في عنده إمساك. ليش؟ بسبب إنه ضعف حركية الجهاز الهضمي. تنفسية ممكن إنه يصير عندهم عسر التنفس، وإذا كانوا زايد وزنهم شوي ممكن إنه أتنفسهم بيتعب بالليل، بيجوا بتوقف تنفس أثناء النوم. هلأ من ناحية القلبية ممكن إنه منلاقي بطء بالنبض، بطء بالنبض، قصور قلب، وبيرتفع عندهم الضغط الانبساطي. هرمونيا ممكن انه تتذكروا سر الحليب، انه التي ار اتش اللي زايد ب التي اس اتش بمرضى قصور الدرق اللي بدقي، التي اس اتش بيكون زايد عندهم والتي ار اتش بيكون زايد عندهم. تي ار اتش هذا بيروح بيسبب لي زياده ببرولاكتين الدم، وممكن انه يصير عندنا اضطرابات طمسيه مثل ما قلت لكم، نزف او قارب طموس، واحيانا ممكن تجينا مريضه بانقطاع طمس. من الناحيه الجلديه شعر بيصير نقص بالاشعار، فلذلك كل مريضه عندها تساقط اشعار غير مفسر لازم نساوي لها تي اس اتش. والمرضى بيجي لونهم اصفر شمعي، يعني صفارهم بيكون مميز. شيء مره شفتوهم خلاص فعلا صفارهم مثل الشمع مميز، وهيك بيكون موزن ووزمه، شلون وزمه مخاطيه كثير. انا شفته فعلا مميز. هلا كثير من المرضى بشوفهم من بهالصوره هي بقول لازم يساوي تي اس اتش لو شفتهم بالطريق. نجي وقت نفحصهم، جلد جاف وخشن وبارد، شحوب الجلد، واحيانا بسبب الاليه المناعيه ممكن يترافق مع بهاق. مريضة اجتنا تي اس اتش عالي جدا، كان وقتها بمشفى في كثير ناس هلا عم تقولي ما تقولي مشفى الاسد، شو بدنا نقول؟ بالمشفى الجامعي. اجت مريضة قالت انه انا صار لي فترة كل ما يعني انا في شغلة مضايقتني انه انا ما بدخن، وكل ما بحكي على التليفون بيقول له اهلين حج، اهلين عمو كيفك، وهي امرأة كثير مزعوجة انه صوتها صار خشن مثل الرجال، وممكن يترافق مع الصمم والصداع. وفي عنا من ضمن الفحص السريري ممكن انه المريض يصير عنده ضخامة لسان بسبب الوزمة المخاطية، واحيانا الوزمة بتقعد امام الزنبوب. وممكن انه من احد اسباب الانصباب المصليات هو قصور الدرق الشديد بسبب زيادة المادة المخاطية والألبومين في السوائل الخلالية. هلأ إذا بدنا نحكي عن داء هاشيموتو، هو قصور درق بدئي مناعي ذاتي، يعني بدنا نتعرف على، وكأنه أنا شلون مشبه المرضى إنه الجسم تعرف على البيروكسيداز أو جزء من الغدة الدرقية إنه هي عدوة إله مو منه، وبلش يبعث لها الأدوية المناعية لحتى خربها وصار عندي قصور درق. هلأ داء هاشيموتو الأغلب عند النساء، وأخص بعد عمر 40، وبيكون غالبا في قصة بالعيلة، أم وخالتها وخالد خالتها. أحيانا بترافق مع أمراض مناعية ذاتية تانية مثل البهاق، الرسياني، السكري، وقد يتشارك مع قصور غدد مثل غدد أخرى، يعني بيكون ميدان قصور درق وقصور كظر مثل متلازمة شميتس. متلازمة شميتس مرض مناعي بيؤدي لقصور غدد متعددة، يعني قصور درق، قصور جارات درق، أديسون، سكر نمط أول، قصور أقنان، داء زلاقي، داء قريب. طبعا يا داء قريب يا قصور درق، يعني المهم أنه عدة أمراض مناعية ذاتية بتؤدي لقصورات غدد. الله يعين الناس. قصور الدرق الولادي، القماءة، بيقولوا أنه مريض قميء أو فدامة، الفدامة أكثر. الفدامة والوزمة المخاطية الولادية، أنه غالباً أنه
الورقي عند المريض ما له موجود ابدا. ممكن انه المشيمه تبعت كميه قليله من هرمونات الام للولد، بس الا انه ما بتكفي اذا هو ما عنده تشكيل للهرمونات الدرقيه. هلا هذول الاطفال احيانا بيكون انه اما غياب درق، انه ما عنده تشكلت الدرق ابدا، او لا تشكلت الدرق بس فيها سوء انزيمي فلذلك ما تشكلت الهرمونات بشكل مظبوط. هلا الاعراض بتختلف انه امتى صار هالقصور، اذا بالحياه الجنينيه ولا بالطفوله. هذا المريض شوفوا خشن بشع، جزعه اكبر من اجري، في عنده فتق سري، احيانا بيكون في معه سلعه. هلا هو ابشع شيء وقت بيكون ببلش بالحياه الرحميه، بالحياه داخل الرحم. اكبر مشكله هي انه غير انه بشع وصوته مميز، صوته هيك خشن، يعني اطباء الاطفال حافظين بكيتون. المشكلة الكبيرة إنه لو بتصير عندهم الأذية الدماغية بيجي الولد كتير متخلف عقلياً، فلذلك بيصروا على إنه كل طفل باليوم الثالث للولادة يعملوا له TSH، إذا شكوا بقصور درق لازم يعالجوه مباشرة. ليش؟ لأنه النسيج الدماغي بيتشكل خلال الحياة الجنينية أول سنتين، إذا جابوا الولد بعد سنتين بصراحة حيضل الولد غبي وحيكون في عنده أذية دماغية بتتراوح من الخفيفة إلى الشديدة. صفات الولد القمي: أصم، غير مبالي، دائما نايم، ومثل ما قلت لكم وشه خشن، بكاؤه أجش، وعنده يرقان فيزيولوجي مديد، لسانه ضخم دائما طالع لبرا، وعنده أمساك شديد، وعنده فتق سري، أجفان منتفخة. الولد كل الأولاد أول ما يجوا دغري بيهتدوا لحلمة الثدي تبع أمهم، هذا ما بيهتدي مثل الأجداد. اضطراب بالمصوى والبلع، ومثل ما قلت لكم اضطراب بالقطع العلوية من الجسم بتكون أطول وأكبر من السفلية. هلا أحيانا إنه لا بتكون الأعراض مو لهالدرجة شديدة والقصور مو لهالدرجة شديد، إلا إنه المريض بيراجع بالعمر 7 سنوات بقصر قامة، بنعمل له TSH بنلاقيه قليل. تعرفوا أي مرض حسب سبحان الله من إنه يكون خفيف أم شديد. الوزمة المخاطية هي عند الكبار، قصور درق شديد، يعني صار للمريضة إنه عندها قصور درق مثلا إنه قايمة غدتها من 10 سنين والدكتور قال لازم تاخدي التيروكسين، وهي لقيت حالة ماشي حالة أول سنة ما أخدته أبدا، إجتنا بعد 10 سنين بسبات واختلاجات وعلامات عصبية، جينا نفحصها بتكون هي مثل سبات، يعني مريض جاي على الإسعاف، بيكون عندهم 5 HAT، هايبوفنتيليشن نقص تهوية، وهايبوكالسيميا، وهايبوتيريميا، وهايبوناتريميا، وهايبوكسيا. إذا بيترافق بانخفاض حرارة الجسم تحت 24 هو الطبيعي 36، نقص تهوية وفرط CO2 بالدم وقت بنعمل له غازات دم شريانية، نقص صوديوم معند مع متلازمة CADH. أحيانا بعض المرضى إنه بيكون عنده نقص صوديوم شديد بسبب خلل عود امتصاص صوديوم من الأنابيب الكلوية. سببه إنه هي عنده قصور درق، إلا إنه إجا فوق منه خمج مستبطن، أو صار عنده مرض قلبي، أو كورونا، أو تعرضوا لنوبة برد شديدة، يعني ما قدروا يعاودوا. كان المريض معاود وهلأ انكسرت معاودته. المعالجة بتكون بالإلتيروكسين الوريدي. على فكرة أنا ما شفت الإلتيروكسين الوريدي أصلاً، هي حالات نادرة جداً. هو المريض بيكون قاب قوسين أو أدنى من الموت، الإنذار وفاة 50%. الوزمة المخاطية الطفولية هي بالطفولة، نسبة حدوثها 1 لـ4000 ولادة تقريبا. تطور الطفل يعني نفس اللي نحن قلناها الفدامة،
نمو، في عنده تأخر نمو، تأخر نمو جسمي حركي، شو كان اللون، تأخر روحي حركي، نمو بطيء، ما كل أخواته طلعوا أسنانه بالسبع شهور، هو صار عنه سنتين وما طلعوا أسنانه لهلأ، ما صلب، ما قعد، ما مشي، ما تكلم، يعني بيتأخر عن رفقاته الطبيعيين بكتير. شكله مثل ما قلنا القطعة العلوية أعلى أكبر بكتير وأطول من السفلية، فلذلك بيكون شكله مشوه، راسه كبير، العمر العظمي بيكون عنده متأخر، لأنه حتى العمر العظمي يكون ماشي مزبوط لابد من وجود الهرمون الدرقي، بينما فرط نشاط الدرق تعمل تقدم بالعمر العظمي. هلأ فلذلك منشان ما يصير عنا هاي الفدامة أو الوزمة المقاطية الطفولية، لازم نعمل TSH للولاد بأعمار 3 أيام، وقت ما نكون شاكين عند الطفل أنه عنده قصور درق شديد، لازم تكون المعالجة فورية بإعطاء الالتيروكسين وريدي لمدة لفترة، وبعدين تستبدل لفموية. تشخيص قصور الدرق، قلنا بالدرجة الأولى رح نعمل TSH. هلأ بقصور الدرق البدئي TSH يكون عالي، T4 الكلي والحر بيكون نازل، T3 ما مطلبه ليش، لأنه أحيانا بيبقى طبيعي. قصور الدرق تحت السريري TSH بيكون عالي، بس T4 لساته يعني بالحدود الدنيا الطبيعية، مو نازل. هلا هذا اعراض قصور الدرق ما بتكون جايه بشكل هيك نظامي مثل ما حكيناها، بتكون جايه انه بس اضطراب دوره، بس امساك، هذول لازم انه يتعالجوا، هذول طبعا بنعالجه. هلا قصور الدرق المركزي مثل ما قلنا التي اس اتش بيكون نازل والتي 4 بيكون نازل. هلا هذا الشيء نادر جدا، المقاومه النسيجيه لهرمون الدرق، صحيح التي 4 والتي 3 عاليين لانه ما عم يشتغلوا مظبوط بالنسج الهدف، أو ما عم يقدروا يصبطوا الخلايا النخامية المفرزة TSH، فلذلك بتلاقي أنه T4 عالي والTSH عالي. والأعراض المريض بتكون شو؟ أعراض المريض بتكون بتتماشى مع قصور درق أو سواء درق، بس أبداً ما بتكون ماشية مع فرط نشاط الدرق. إذا فرط نشاط الدرق وعندي TSH عالي والT4 والT3 عاليين، شو بشخص؟ فرط نشاط ثانوي، انه ورم مفرز للتي اس اتش، وهذا نادر جدا. التهاب الدرق المناعي بنساوي التي بي او والاضداد البيروكسيداز. هلا متلازمه المرض الشديد سوي الدرق الايوتيرويد 6 سيندروم، مثل ما قلنا لكم التي 4 بيكون نازل كتير، السبب انه خلل ارتباط التي 4 مع بروتينات البلازما وبتروح وبتهرب مع البول، او انه بيتخلص الجسم منها بشكل سريع، هي بسبب المرض الشديد بتصير عنا هيك. هلا المتلازمه المرض سوي الدرق، تشخيصه الاساسي نزول التي 4، بس الأهم منه هو نزول التي 3، إنه التي 3 بيكون نازل، رغم إنه المريض من قبل هالحالة، قبل حالة المرض الشديد ما كان عنده أي أعراض درقية. هدول منلاقي هالاضطرابات مرضى موجودين بالعناية المشددة، بيطلبوا لهم تحاليل شاملة من بيناتهم التي 3 والتي 4، بيلاقوا التي 3 نازل والتي 4 عالي، رغم إنه المريض ما كان عنده أي مشكلة درقية من قبل. هاي المشكلة صارت عنا بالعناية، بيقولوا السبب انه بسبب السيتوكينات المفرزة بالحالة الحادة. معالجة القصور الدرقي، كل مريض عنده اعراض قصور درق وشخصناه مخبريا انه قصور درق، واخص انه 99% بيجي نظامي T4 نازل TSH عالي، بنعطيهم الالتيروكسين. هلا الالتيروكسين كتير حلو وممتاز، لأنه نصف عمره الزمني طويل، تقريبا بحدود 12 يوم، يعني بالأيام أكيد.
هذا الالتروكسين بيتحول بيقلد الشيء الفيزيولوجي قادر على التحول للتي 3 لداخل الجسم، بيعطينا مستويات هرمونية فيزيولوجية بالدم والنسج الهدف. ليش بنعطيه للمرضى منصر انه عريه عصرات الصبح قبل الاكل بساعتين؟ لانه امتصاصه بيكون بالقسم الداني من السبيل الهضمي، اذا اجى مع الاكل صراحة بيمتص الاكل وما بيمتص الدواء. دائما بدنا ننبه انه المرضى ما ياخدوا معه لا الكلس ولا الحديد، لأنه بيتنافسوا وما بيمتصوا، وأخص الهرمون الدرقي ما بينفرز بي ما بيمتص بشكل صحيح إذا ما بنعطيه لا مع مركبات الحديد ولا مع مركبات الكلس. هلأ المرأة الحامل بيقولوا له وقف كل أدويتك، غلط، بينما الهرمون الدرقي حرام توقفه، لا والعكس، انه بدنا نعمل له تي اس اتش، واذا ما تي اس اتش على الواحد ونص ما بنقبل الا نزود جرعه الالتيروكسين. اذا عند المراه الحامل لازم تستمر بالدواء، وغالبا بنزيد له جرعته لحتى يكون مضبوط الدرق بشكل صارم. قلنا المريضه بتاخذ حديد وكلس، الا رجاء بتبعدي بين الهرمون الدرقي الالتيروكسين وبين الحديد والكلس، يعني الحديد الظهر، الكلس المساء، الالتيروكسين عصارات الصبح. هلأ في مرضى اللي بياخدوا مضادات الاختلاج مثل الفينوباربيتال أو عنده مشاكل بالصحمود الصفراوية، هدول لازم ياخدوا جرعات أعلى من غيرهم. إذا المريض عنده قصور درق وقصور كظر، ما بيصير بلش بالالتيروكسين قبل ما يكون عاطي كورتيزول. ليش؟ لأنه إذا أنا عندي كمية صغيرة من الكورتيزول الجسم مدبر حاله فيه تدبير، عطيته الالتيروكسين تم استقلاب الكورتيزول، بعرض المريض لقصور كظر حاد. لذلك بعود أول شيء الكورتيزول وبعدين بعطيه التي 4. عند الكهول المريض متعود أنه سرعة قلبه 60 وقلبه عم يمشي على البطيء، وإذا أنا لقيت عنده قصور درق مباشرة عطيته جرعة 100 ميكروغرام. المريض بعد 3-4 أيام أو 5 أيام بلش قلبه يدق وراح على المشفى، شو عنده؟ خناق صدر وعنده احتشاء عضلة قلبية. إذا المرضى المصابين بآفات إكليلية نبلش بجرعات قليلة ومنرفع تدريجيا حتى يتم السيطرة على القصور الدرقي، ومن دون ما عرض المريض لخناق صدر خطير. هلا الامراض المصابين بافات اكليليه، بس والله ما بعرف مين عنده، بتعرفوا مرضانا ما بيعرف مين عنده مشكله قلبيه ومين ما عنده مشكله قلبيه، واحيانا بتكون يعني انه المريض قلبه ماشي على مهله، مجرد انا اعطيته الالتروكسين ممكن انه حرض له. فلذلك انا بالنسبه لي دائما المرضى الكهول دائما بنبلش بجرعات قليله قليله وبنرفع بشكل تدريجي حتى نصل لتي اس اتش مناسب وأعراض فيزيولوجية جيدة. مدة العلاج مجرد أنه أنا شخصت قصور درق ما بيرجع أبدا، خلص الغدة الدرقية يلي أثرت والتي اس اتش علي، هي بدك تعطيها التيروكسين طول الحياة. بس أحلى يعني أنا دائما بقول للمرضى أحلى قصور بالعالم ما لو رسمالة هالحبة الالتيروكسين على صلاة الصبح، وتحللي كل فترة لنتأكد أن التحليل ضابط، ما في شيء بيخوف لا مثل القصور الكلوي ولا مثل القصورات الثانية. هلأ لازم المريض بعد 6 أسابيع ارجع عدل التي اس اتش واتأكد أنه التي اس اتش تم السيطرة عليه، وإلا برفع كمية الالتيروكسين. إذا التي اس اتش ضل عالي مثل ما قلنا بزود الجرعة، إذا التي اس اتش لقيته مصبت كثير يعني مريضة عطيتها 50 ميكروغرام، وإذا بعد شهرين إجت إنه والله عم يتسرع وهي عم تشوب، إلا عملت التي اس اتش وإذا بيطلع مصبت كثير، هون الخمسين كثير عليها لازم خففها إن شاء الله ما يصير عندي فرط نشاط درق دوائي. أنا بدي رجعه للطبيعي، لا زايد ولا ناقص. هلأ ملاحظات، التي اس اتش لازم ينزل تحت 2.5، إلا عند الحوامل لازم ينزل تحت 1.5. يعني هو صحيح إنه بالمخابر بيكتب
الطبيعي للأربعة ونص للخمسة أنا ما بقبل عند نحن بنقول إنه تي إس إتش ما بقبله أربعة ما بقبله خمسة، بدي نزله تحت 2.5 وعند الحوامل تحت 1.5. كل فترة لازم نعاير تي إس إتش منشان نتأكد إنه أنا بسواء درقي. هلا إلا إذا مريض عنده قصور درق ثانوي، أنا مريضة شيها والتي التي 3 نازل والتي 4 نازل والتي اس اتش طبيعي او نازل، هون انا اذا بدي استخدم بدي اعطي التيروكسين. شو بدي راقب بالتي اس اتش؟ تي اس اتش بصراحه ما له هون اي جواب، لازم انا عاير بالاف تي 4 حتى اعرف انه هل كميته الموجوده بالجسم طبيعيه. نعم اذا انا ضمن سواء درقي. دائما المرضى وقت نعطيهم الالتيروكسين ما بنحلل لهم بعد اسبوع نشوف انه ركز القصور الدرقي ولا لا، لازم استنى شهر ونص او شهرين من اسابيع حتى ارجع عيد تحليل تي اس اتش واتاكد انه رجعنا لسواء الدرقي. والله يعطيكم العافيه والحمد لله اليوم خلصت المحاضره، ان شاء الله ما اكون اخذت من وقتكم كثير، يلا ساعه وعشرين دقيقه مو كثير. يلا الله يعطيكم العافيه. محمد بنحكي على الواتس انه اذا انت في مجال لمحاضرة تانية قبل الاربعاء يلي ان شاء الله. يعطيك الف عافيه. 100 اهلا 100 اهلا. يلا الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.